واول اسبوع امتحان. طب فين المدرسين اللي بيغطوا ده كله؟ مفيش. مش عايزه اطول عليكم كتير، ومعانا مداخله مع دكتور مجدي حمزه المستشار التعليمي والخبير التربوي. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ مجدي، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ يا ترى بعد مرور شهر من دخول المدارس، يعني تقييم حضرتك ايه للتجربه اللي عاملها اللي بيجربوها فينا كل سنه وزير التربيه والتعليم؟ هو انت حضرتك قلتي حصاد الشهر اللي فات كله تقريبا، يعني بالطالب اللي ضرب زميله في الثانويه العامه بالقطر، والطالب اللي وقع من المدرسه في الدقي من الدور الثالث، ده حصل النهارده كمان. يعني الولد اللي وقع ده حصل النهارده، فاحنا كل يوم بنشوف كارثه جديده في المدارس. ايه السبب من وجهه نظر حضرتك؟ لا، والسبب الزحمه الجديده الشديده اللي موجوده في المدرسه. وده بقى ده الاصعب من ده يا استاذه نوره، الاصعب اللي هو التقييم والتقييم اللي عامله وزاره التربيه والتعليم، اللي فرضه الوزير على كل مراحل التعليم المختلفه. هو ليه جوانب ايجابيه وجانب سلبيه؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، الجوانب الايجابيه ان هو بيخلي الطالب يجتهد ويذاكر شويه، لكن الجوانب السلبيه ان هو عمل ضغط كبير على الاسره المصريه والمدرسين اللي هم اصلا مش موجودين في المدارس. تمام. يعني احنا عندنا عجز 450 الف مدرس. ما شاء الله. طب يعني ما هنا برضو دي واقفه يا استاذ مجدي، يعني حضرتك كوزير تربيه وتعليم فاضل على دماغنا مشكور، انت عايز تصلح الدنيا وترجع للمدارس هيبتها، ولكن هو مش عنده الدراسه الكافيه. يعني في عنده 450 الف من المدرسين عجز. هو العجز ده موجود بقاله فتره كبيره جدا، ومش وليد اللحظه دي ولا وليد السنه دي خالص يعني. بس كنت لازم بدل ما قبل ما ابتدي اعمل القرارات الجديده الخاصه بوزاره التربيه والتعليم وارجع الطلبه المدارس، وعلى فكره دي حاجه ايجابيه ان الطلبه رجعت المدارس، حلو، بس معاها قلبا وقالبا ولكن بشكل مدروس. بالظبط كده. كنت حضرتك قبل ما تاخد قرار لازم تدرسه جيدا، ولازم عجز المدرسين، ولازم تهيئ البيئه التعليميه كويس، ولازم عجز المدرسين يقل بفتره كبيره جدا. انت حضرتك فتحت ان الناس بتشتغل دلوقتي الحصه، او المدرسين بيشتغلوا الحصه ب 50 جنيه، بس ده مش كفايه. هل ده سد حتى ولو نسبه 25% من العجز اللي موجود؟ حسب كلام الوزير ان هو وفر حوالي 98,400 فرصه عمل. انا دقيق في القاء ارقامي اهو. تمام. بس برضه طيب. بس ما زال عندنا عجز 350 الف معلم. لسه 350 الف؟ بعد ال 100 الف كمان اصلا يعني. ولكن في يعني بيان طلع ان لا، ده احنا سدينا حوالي 90% من العجز. لا 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 لا, لا احنا سدينا نسبه بتقل عن 20% بس، او حوالي 20% بس. طب سؤال بيطرح نفسه، هل تواجد الاولاد بشكل يومي، يعني ده بيقولوا ان ممكن السبت كمان ينزلوا، هل ده مفيد ولا مضر في الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ لا، هو في ناس بتنزل السبت فعلا، في بعض المحافظات بتنزل السبت فعلا اصلا يعني، وفي بعض الاماكن بتنزل السبت، لكن ان وتجدد تواجد الطلبه مع عدم تواجد المدرسين دي كارثه تعليميه احنا بنعيشها. وخاصه ان مفيش اشراف كفايه على المدارس، مفيش اشراف على الطلبه في المدارس، وبالتالي ممكن يحصل مشاكل، يحصل ضرب، يحصل خناقات، والذي يزق زميله يعمل الدور مثلا الثالث او الرابع، يبقى احنا في مشاكل لا غنى عنها. احنا في مشاكل. طيب احنا هنطلع فاصل يا استاذ مجدي، يا ريت استاذن حضرتك بس بعد الفاصل وتكون مكمل معانا المداخله. فاصل ونرجع لكم تاني.